أكدت الحكومة أن الموازنة العامة حققت أداء متوازنا خلال النصف الأول من عام المالي الحالي 2023-2024، إذ سجلت فائضا أوليا كبيرا بلغ 150 مليار جنيه مقارنة ب 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي. تضمنت الميزانية ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 195 مليار و 600 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي عند 41.5%، وسداد 95 مليار و 400 مليون جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، بجانب الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. كما حققت الميزانية زيادة بالإيرادات العامة بنحو 41.6%، فضلا عن زيادة المصروفات بنحو 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.